بسم الله والحمد لله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وبعد. مشاهدينا الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله عز وجل حلقة جديدة من برنامج ملتقى الأحبة. وعدنا حضراتكم في الحلقات الماضية أننا في هذا البرنامج نلتقي فيه بالأحبة. معنا اليوم إن شاء الله عز وجل الأستاذ أسامة الفار، صاحب شركة الفلاح لاستصلاح الأراضي. ربنا يبارك فيك، شرفتنا. الله يبارك في حضرتك، ربنا يشرف مقدارك. كيف الحال؟ الحمد لله، شرفتنا. يبارك في حضرتك. وأيضا كما وعدنا حضراتكم أننا لا نلتقي في هذا البرنامج إلا بالأحبة، معنا اليوم ضيف رسم الفرحة على وجهنا وأنار البسمة في قلوبنا، الأستاذ الدكتور الأستاذ الدكتور فوزي الدغيدي، الذي شرفنا بحضوره. أهلا وسهلا دكتور. أهلا وسهلا. أستاذ أسامة، ما هي الاستعدادات لزراعة المقبول؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. بداية إطلالة سريعة على مشروع شهد المجدول. هو مشروع إن شاء الله في الخطة استزراع 1000 فدان نخيل بنباتات عطرية بإذن الله تبارك وتعالى. عيد تاني لو سمحت. مشروع شهد المجدول هو استزراع نخيل مجدول بالتخصيص، مع تحميل بالنباتات العطرية مستقبليا بإذن الله تبارك وتعالى. واحنا اتكلمنا قبل كده، احنا نقول اطلاله سريعه عشان احنا اتكلمنا قبل كده عشان لسه بيسمعنا من اول مره. تمام. قلنا هو مقسم لاسهم، السهم فدان، هيبقى مزروع نخل بالطاقه الشمسيه، بالبير، بالشبكه، بالسكك، بالمساكن باذن الله تبارك وتعالى. بتقوم الشركه بمراعيه السهم بتاعك، ممكن تاخد سهم وممكن تاخد اثنين وممكن تاخد ثلاثه وكمان ممكن تاخد نص سهم وكمان يعني على قدر المستطاع. الدكتور فوزي ادينا ثلث سهم تقريبا، ولو في اقل من كده مفيش مشاكل، ولو عايز نخله واحده برضه مفيش مشاكل على قدر المستطاع. زي ما انت قلت حضرتك، الاصل عندنا رسم الايه البسمه والفرحه على وجوه الايه على وجوه الاخرين، لا سيما ان احنا يعني هو بيبقى بيحلم ان هو عنده مشروع زراعي، فمش لازم يبقى عنده مبالغ جامده عشان يشارك في المشروع الزراعي، الا ان احنا بنراعي الارض لحد 4 سنوات، ما بيدفعش اي حاجه للارض ولا المراعيه ولا اي حاجه للارض، الا بعد ال4 سنوات بيبدا الانتاج، بينتقل الموضوع في السنه الرابعه عشان مش بعد الرابعه يفكروا في الخامسه، في السنه الرابعه ان شاء الله بيبدا السنه الرابعه. جميل. ده موضوع شهد المجدول او مشروع المجدول. جميل. اما بالنسبه احنا معانا الفيديو رقم 1، يا ريت حضرتك تنصر معانا الاستاذ. طبعا احنا بدايه بنبدا في اي ارض لازم نحلل التربه، تحليل التربه الف ب. تمام. لازم طبعا لازم ترجع للبحث العلمي ان شاء الله، واخد بالك، والتمسك بيه. لازم الاول تحلل التربه وعناصرها عشان تشوف ايه ايه اللي زايد وايه اللي ايه وايه اللي ناقص. بالنسبه لل بنقوم بتحليل التربه عن طريق معهد البحوث في القاهره، وتحليل المي مهم جدا، موضوع الملوحه بتاعت الميه كام. بعد كده بنبدا بتقسيم السكك زي ما انت شفت حضرتك، تقسيم السكك بحيث يبقى كل سهم واقع على السكه. الجماعه الفلاحين عارفين يعني ايه السكه ويعني ايه الطريق، لازم اكل سهم ليه طريق، واهم حاجه الطرق. اهم حاجه احنا عندنا في الشركه، في شركه الشهد وشركه الفلاح والسهم الاخضر وغيره، تقسيم السكه، لان السكه هي تقسيم الطرق. طبعا السكه جايه من الاسفلت زي ما انت شايف حضرتك، الخضار اللي هناك دهوت اسفلت. بعد كده بنقسم الاسهم، كل واحد ليه ايه ليه لوحه على السهم بتاعه. هو واخد فدان مثلا لازم ياخد عرض على السكه زي كده، اهي السكه اللي انا ماشي عليها الان، لازم ياخد عرض على السكه. عرض السهم عندنا 24 متر، في 100 كام؟ في 175. ان شاء الله. بكام نخله؟ 3 نخلات بالعرض. يبقى هو ليه احداثيات من داخل ايه؟ احداثيات. واحد يقول لك طب انت يا عم انت مدخلني في 1000 فدان، طب انا هعرف ده انا سياح؟ لا، ما انت السياح، ده انت واخد رجم من داخل ايه؟ من داخل رجم. تمام. اسمها العلمي مربوطه بالقمر الصناعي، احداثيات من داخل احداثيات، يعني معروف شمس دارك طالعه منين؟ يعني انا لما اجي هبقى عارف ارضي فين؟ هتبقى عارف ارضك ايه. تمام. ارضك فين، بس احنا بنراعي لك الارض عشان لو انت راعيت الفدان بتاعك او النص فدان او الفدانين بتوعك هتكلف عليهم كتير جدا، فبالتالي احنا عملنا موضوع التكلفه ودمجناه. يا رب يبارك. اهو طبعا موضوع الاسهم، اهو دي لوحه اهيت عليها الاسم اهيت، هتلاقي اسم المساهم معانا اهو، سهم رقم 1 اهو. تمام. كله كده لازم ابقى عارف ايه مكانه،
وكمان بنصور له النخل تقريبا كل 15 يوم عشان برضه هو راجل مش موجود، ان كان مسافر ان كان خارج مصر او داخل مصر، يبقى شايف ارضه وهي بايه. طيب وهي حضرتك ده على محيط الارض كلها ولا في تقسيم؟ على محيط الاراضي كلها. موضوع التقسيم موضوع التقسيم على محيط الاراضي كلها لازم نهتم بيه، لان الاصل في الموضوع هو الايه، هو السك. معانا برضو في مشروع شهد المجدول بدانا نحفر في البير، وممكن الاستاذ يقدم طيب يقدم الفيديو شويه، يقدم الفيديو في الاخر هيلاقي حفاره بتحفر البير. طبعا المجور لنا لو حضرتك شايف خضار المجور ديت اكبر شركات جمهوريه مصر العربيه، زي شركه المهندس سمير النجار دالتكس، وشركة جهينة وغيره في هذا الايه، في هذا المكان. دي الاسهم اهيت ما زلنا بنتكلم فيه. قدم استاذ نصر لو سمحت. هيجيب اخر الفيديو هيلاقي خباطة من اللي بتحفر البير والحفارة بتحفر البير. تمام. ودي المرحلة المهمة جدا، ان كيفية استخراج المية. طبعا رايحين اهو عند الايه، عند الحفارة. كيفية استخراج المية عن طريق البئر. طبعا احنا قلنا الموضوع لازم الاصل الاصيل عندنا القضاء على موضوع الجاز تماما والتنحي عنه والالتزام بموضوع الطاقه الشمسيه. ده طبعا الحفره ديت حفرينها عشان يبقى فيها العادم بتاع البئر اللي بيطلع من تحت. طبعا انا صورتها عشان ابين للناس التربه جميله ازاي. بص التربه يا شيخ احمد، ها فلفل اسمر، ها مش دكتور فوزي بيقول عليها فلفل اسمر. طبعا ده معموله اهي عشوائي، يعني دي حفره معموله اهي. بص التربه عامله ازاي، شوف جدار التربه، طبقات، واخد بالك، طبقه رمليه جميله من رمل الحرشة، بتجود جدا فيها زراعة النخيل، لا سيما أي زراعة إيه، أي زراعة تانية. دي بقى الحفارة اللي بتحفر البير، هي موجودة الآن. بدأنا في حفر البئر، فإحنا بنبشر إخواننا المساهمين معانا في مشروع شهد المجدول، اللي إحنا بفضل الله في نقطة في وقت قصير جدا بدأنا خطوات على أرض الواقع بإذن الله تبارك وتعالى. وباقي الاستكمال مع الدكتور فوزي إن شاء الله. طيب دكتور فوزي، كيفيه الفسائل وكيفيه التجهيز. احنا المره اللي فاتت اتكلمنا على موضوع الفسائل، بس انا قبل اقول لحضرتك على موضوع الفسائل هكمل بس الحته اللي قالها الاستاذ اسامه، وهي لو الكاميرا تقدر تجيبها، مش عارف تقدر تجيبها ولا لا، هتبقى صعبه. بس انا العقد مكتوب فيه الارقام بالسنتي بالملي، يعني المساحه بتبقى محدده زي ما انت شفتها كده على الارض الواقع، والمساحه محدده بالملي بالسنتي، الاربع نقاط بتوعه ب 4200 متر مربع، اللي هو الفدان المصري، مش الفدان حتى بالاوروبي 4038، لا احنا بالمصري 4200 متر لكل واحد حقه الكامل المكمل باحداثياته، بتبقى مكتوبه على المكان بتاعه، يعني كل واحد عارف بالظبط هو الارض بتاعته فين. بسم الله ما شاء الله، الارض زي ما انت شايف كده يعني بيحسدنا عليها الكل، والله كل من يسمع المكان دوت والتربه بتاعتها. انا كنت بتكلم مع مهندسين وكده، فبيقولوا لي الارض للمنطقه اللي انتوا واخدينها دي انضف افضل ارض على وجه الاطلاق. هي البحيره يعتبر اساس الفلاحه عندنا هناك، ما شاء الله الناس بتتكلم بتقول مش معقول اللي بيحصل في الارض، يعني لا يعني دي الوادي الجديد. الوادي الجديد بيقولوا مش معقول. لا بسم الله ما شاء الله، كميه يعني خصوبه ملهاش حدود. وكمان المايه بسم الله ما شاء الله يعني معلهاش ادنى غبار. فاضل بقى موضوع الفسائل. فاضل احنا زي ما انت حضرتك قلت وزي ما الاستاذ اسامه تفضل، احنا بنهتم جدا 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 بكل الخطوات العلميه. تمام. يعني من يوم ما بدانا احنا اخذنا على نفسنا عهد لابد ان نشوف الاصح، واصح الاصح لازم نبدا بيه. تمام. موضوع بتاع الفسائل شيء مهم جدا جدا جدا، ان احنا لما في العقد اللي احنا عملناه مع شركه بالم هيلز المهندس ايهاب طاهر، ممكن يشوف برضو الفيديو بتاع رقم 2. اتفضل استاذ نصر على فيديو رقم 2. احنا ليه حطينا ايدينا في ايدين بالم هيلز؟ بالم هيلز بسم الله ما شاء الله وضعهم كشركه واساس الفيديو ظهر. ده في لقاء مع المهندس ايهاب طاهر في المكتب بتاعه في 6 اكتوبر، ورحنا زرنا الشركه هناك في المزارع هناك في الواحات، وتنقية الفسيله، يعني ازاي تنقي الفسيله من وسط يعني شركه معروف عنها منتهى الحزم والدقه والصرامه في اختيار الفسائل بتاعتها.
وهم بقى يدونا الخيرات بتاعتهم كمان إن شاء الله. بهذا الشكل يبقى احنا مطمئنين تمام الاطمئنان. احنا بناخد الفسيلة واحنا شايفينها على امها النخلة وطالع منها جذور عارفين اصلها الجينات بتاعتها بنسبة 100% صحيحة تمام. فاحنا مطمئنين تمام الاطمئنان. هو ده اللي احنا يعني الحاجة الاساسية جدا جدا في اختيار الفسائل اللي انت تختارها صح. كمان فيها هيبقى ان شاء الله دلوقتي لقاء تليفوني مع الدكتور محمد فتحي سالم ان شاء الله قريب يعني تمام. بس ما خلص الجزئيه دي هنعمل لا لسه شويه مع الدكتور شوية. محمد هنكلمه بعد شويه تمام. الدكتور محمد فتحي يا رب بس يكون جاهز وحاضر معانا. هنتكلم على الزراعه العضويه. والزراعه العضويه معروف قيمه المنتج العضوي قد ايه ارقى عشرات المرات من المنتج العادي. عشرات حتى ثمنه حتى في اوروبا يعني الحاجه اللي انت بتشتري وفي مصر كمان يعني في مصر انت عارف انت بتشتري ممكن تشتري كيلو الطماطم ب5 جنيه انما كيلو الطماطم العضوي ب50 جنيه. صحيح. ليه بتدفع فيها كده؟ لان قيمتها انت بتتكلم على حاجه قيمتها هي نفس الطماطميه يعني لو انت مسكت الخياره او الفلفلايه هي نفسها قيمه الشيء نفسه هو اللي بيختلف. هي نفس دي هي نفس دي ولكن قيمه دي الغذائيه تختلف عن الاخرى. خاليه من الامراض، خاليه من السموم، خاليه من الكيماويات، خلي من الأسمدة، تماما طبيعية بنسبة 100%. فأنت بتطمن على كبدك، بتطمن على ابنك، بتطمن على صحتك، وده حاجة كويسة جدا إن شاء الله هتكلم برضو فيها. كنت حضرتك رايح تاكل بلح ولا تنضع قول؟ ما احنا عملنا الاثنين. طبعا يعني شو البلحة جميلة ازاي؟ التمراية دي عايز اقول لحضرتك بيسموها ملكة التمور. وده اختيار دي الفرز كام يا دكتور؟ لا دي التالتة كمان؟ الفرزة التالتة. لا الفرزة الأولى حاجة تانية خالص يعني. لما دي الفرزة التالتة يبقى الأولى حاجة تبارك الله. بسم الله ما شاء الله بتوصل 40 جرام يعني انت خمسة يا الله بسم الله. لا سوري معلش 25 جرام 40 تمرة في الكيلو. لا بسم الله ما شاء الله حاجة هي التمرة بين عليها دي التالتة فما بالك بالأولى وما بالك بالتانية هي درجات؟ طبعا كله تصدر دلوقتي ده يعني. طيب معلش حضرتك ياريت توضح الـ هو أنواع يعني الدرجات. التمرة اللي هي البريميوم اللي هي رقم واحد اللي هي السوبر جامبو وبعدها الجامبو وبعدها الرقم واحد وبعدين رقم وهكذا يعني متقسم طبعا. أنا يعني أتمنى إن شاء الله رب العالمين إن إحنا كشعب كمصريين وإن شاء الله نقدر نعملها بإذن الله. إن شاء الله يعني نقدر نخلي الناس تاكل الأكل الطبيعي. مش لازم الحاجة الحلوة تتصدر برا بس. أنا ناسي وأهلي أولى بي أولى إحنا صحيح. إن شاء الله بإذن الله بإذن الله بإذن الله النهاردة برضو هتكون البشارة في الحلقة بإذن الله عن الانيشيتيف الجديده بتاعتنا او المبادره الجديده اللي احنا عايزين نعملها ان احنا نوصل الاكل الطبيعي بنسبه 100% اللي هو بعشرات المرات قيمه غذائيه ان شاء الله هيوصل يتخبط على باب بيتك ويقول لك اتفضل الاكل بتاعك كامل لمده اسبوع لتاخد. بس خلينا نخليها في الاخر تمام. بس احنا كملنا موضوع حضرتك موضوع الفسائل ان شاء الله البشره دي النهارده هقولها للناس وهتكون البداية. وبإذن الله أتمنى 1000 شركة تعمل زينا 10,000 شركة تعمل زينا وتوصل المنتج دوت للناس لأنه هنوصله بالسعر الطبيعي. أكمل حضرتك موضوع الفسائل. الفسائل بفضل الله توقعنا العقود 3,000 فسيلة لشهر سبتمبر اللي هو 50 فدان الأولى. وطبعا الناس اللي متابعيننا شايفين الخرائط بتاعتهم. 3,000 فسيلة التانيين إن شاء الله يكونوا في مارس بإذن واحد أحد. وبالتالي ال 100 فدان اللي احنا وعدنا بيهم الحمد لله رب العالمين هيكونوا كاملين. وباذن الله يعني احنا يعني انا عايز اقول لحضرتك والله الناس اللي بتيجي توقع معانا العقود وبشوف الفرحه والسعاده اللي في عينيهم والدعوات اللي بيدعوها لنا والله عندي بالدنيا كلها ان شاء الله باذنك انت يا رب باذنك انت يا رب هنحقق اللي احنا وعدنا بيه واكثر واحسن. شايف حضراتكم والله الهدف اللي بتسعوا عليه إليه ترسموا الفرحة على وجوه الناس وتحققوا حلم الشباب ده اللي أنا شايفه والله. جزاك الله خير. الحمد لله رب العالمين إحنا هدفنا رقم واحد إن اللي ياكل لقمة من عندنا ياكلها صحية بنسبة 100% إن شاء الله. اللي يحط معانا سهم يكسب أضعاف أضعافه وتقريبا كمان كل سنة بإذن الله. ده يعني ده هدف إحنا رسمينه. الخيرات الكتيرة اللي هنزرعها في الأرض واللي نتمنى والله انا اتمنى
ان اقدر في يوم من الايام ان اخلي كل الشعب المصري يا رب 10,000 شركه تعمل زينا وكل الناس تاكل بعد كده اكل طبيعي، لان احنا ان شاء الله هنعملها بالنظام الطبيعي. معنا الدكتور محمد. ايوه السلام عليكم دكتور دكتور محمد. الله يكرمك وتفوزي بيه. اهلا وسهلا بحضرتك، شرفتنا يا دكتور. انا بيك يا فندم، ربنا يخليك. دكتور محمد يعني حضرتك شرفتنا واحنا اتشرفنا باللقاء معاك في رمضان. خلي يجيب الفيديو. ولو يقدر يجيب الفيديو. استاذ نصر اعرض الفيديو تقريبا رقم 4. رقم 4 اتفضل. دكتور محمد احنا اتشرفنا بلقاء حضرتك في رمضان وفطرنا الفطار اللي لسه بحلم بيه كل يوم ولسه بقول اورجانيك. فطار اورجانيك. فطار اورجانيك. وكرم حضرتك البالغ لما اكلنا اللحوم الطبيعي بنسبه 100% اللي بقول لحضرتك انا ما دقتش زيها في حياتي، واللي اتمنى زي ما قلت لحضرتك في التليفون دلوقتي قبل اللقاء ان في كل اسبوع يوصل لكل بيت حد يخبط عليه ويديله الصندوق اللي يكفيه بقيه الاسبوع، يعني ياكل طول حياته اكل عضوي. ايه راي حضرتك في الفكره دي يا دكتور محمد؟ الفكره الاول بحييك وبحيي مقدم البرنامج المحترم وبحيي حضرتك والشيخ اسامه. ربنا يبارك فيك. وبشكركم على فكره المستنير ده في مصر، ان مصر يجي عليها يوم وتاكل اكل عضوي 100% زي حق الاجانب ما بياكلوا عنا في مصر من خير واطيب الثمار من مصر. انا بعتك يا دكتور فوزي برضه حالا دلوقتي على الواتساب عشان تشوف اسعار البلح المشلول ترى النهارده. بص البلح المشلول النهارده الباكت 6 ثمرات بقالون 7 دولار و4 من 10. يا ريت حضرتك برضه تعرضها بحيث يبقى الناس عارفه. هو يعرضها هو دكتور. ايوه هي للاسف مش عارفه. ممكن تقول يا دكتور الاسعار؟ ممكن تقول انا مهتم على الصعيد الشخصي دكتور فوزي بيه وحضرتك والحاج اسامه بنشر مفاهيم الزراعه الحيويه في مصر. طبعا نقول للناس ان الزراعه الحيويه في مصر يعني الزراعه الخاليه طبقا لقوانين الزراعه الحيويه الاوروبيه والعالميه والعلامات التجاريه زي ما اتناقشنا يا دكتور اسامه دكتور فوزي بيه اتناقشنا في المكتب انت والحاج اسامه كنت عندنا. مزبوط. انا اتمنى ان انتم تكونوا من اوائل الناس اللي في مصر اللي واخدين علامه باي سويس. باي سويس دي علامه من اعلى درجات الجوده في الزراعه الحيويه. الفرافره مؤهله لكده عن طريق امكانيات التربه والميه والمناخ اللي فيها، والمشروع لما يتعمل ده ما اتناقشش قبل كده لازم تعمل مشروع سستينبل مستدام. بس انا كاسره لما اتنقل للفرافره الاقي كل مقومات العيشه بتاعتي، الاقي عندي خضار اورجانيك، الاقي لحوم اورجانيك، الاقي عصير نحل اورجانيك، الاقي فاكهه اورجانيك، دواجن، لحوم، مواشي. كل الحاجات دي تخلي اي اسره اما تستقيم هناك او تستقر ما عندهاش اي مشاكل. جزء الطاقه الشمسيه انتوا بذلتوا مجهود كبير جدا في توفير انرجي بصوره سمارت. الجزء الثاني بما ان احنا طرحنا الخمس ست مشروعات دول وقلت حضرتك احنا كشركه رويال جرين تكنولوجي احنا في ظهركم كبيت خبره ليكم وداعم ليكم في ازاي المشاريع دي تقام. والحاج اسامه لما شرفنا في وجه بحري وانا للاسف تعبته معايا شويه ان راح زار مشاريع في البحيره ومشاريع في كفر الشيخ. كان شرف كبير لي ان شاء الله. الله يكرمك. انا كنت مهتم ان الحاج اسامه لازم يشوف يعني ايه فراخ اورجانيك بحيث ان لما ننشر فراخ الساس وفي الفرافره المتحمله الحراره بدون مضادات حيويه وشايف نجاح بعض منتجاتنا زي البايو فاكتور في انتاج دواجن عضويه، فدي تخلي الجزء البروتين الحيواني يا دكتور فوزي بيه اللي حضرتك اشرت له دلوقتي واحنا بنتكلم على قيمه مضافه للبروتين الحيواني. يعني ايه سلسله امينو اسيد ويعني ايه نقص سلسله امينو اسيد ويعني ايه حماض امينيه ضروريه لجسم الانسان وغنيه بدون اي متبقيات من الهرمونات بدون اي مضادات حيويه. فلما يجي نقول لحضرتك وانت بتتكلم دلوقتي على الطماطم وانا مهتم بملفات كتيره جدا في الاورجانيك، الحياه نفسها لما اتناقشنا قلنا ده لو اتعمل خمس مشاريع خمسه موديل والخمسه موديل دول عندنا من اول خضار زي ما حضرتك اتناقشنا قبل الهوا من شويه وبقول لحضرتك ازاي تعمل ان ازاي الاراض يقضي اسره مكونه من 30 فرد في انواع الخضار وازاي اراضتين اثنين مساحتهم 350 متر
يقضوا فكه السنه كلها، بحيث ان اللي جاي يقيم في الفرافره او جاي يوصل لمنتجع كانه منتجع زراعي زي الاجانب كده، زي البريتش كانتري سايد كده. انا بعد اذن حضرتك هقطع حضرتك ثانيه واحده بس دكتور محمد، بعد اذن سعادتك. انا الفكره بتاعتي كمان، لان انا عارف استحاله ان انسان يقدر يسيب شغله ويقيم في الفرافره، لا انا الفكره بتاعتي كمان ان شاء الله رب العالمين هتكون ان ازاي اوصل له لغايه باب بيته كل اسبوع الصندوق متكامل فيه كل انواع البروتينات، من لحوم، من دواجن، من اسماك، من بيض، من لبن، من منتجات البان، من خضروات، من فواكه، من كل شيء تكفيه الاسبوع الكامل لغايه باب بيته. يعني انا عايز اعمل المشروع دوت، وباذن يعني واحد احد وايدي في ايد حضرتك دكتور محمد، وليا الشرف طبعا ان شاء الله رب العالمين تكون البكوره دي، وعايز يعني ان شاء الله 10,000 شركه تعمل زينا. احنا عدد سكان مصر كبير ومحتاجين قدنا شركات كتيره جدا، فاحنا ان شاء الله هنعمل النموذج اللي هيرضيك جدا يا دكتور محمد، اللي هيرضي الناس في بيوتها، خوفي على الاسره من الملوثات، وان الاطفال الصغيره حبايبنا وحبايب اهلنا ان هم ياكلوا اكل طبيعي. ان شاء الله ده هدفي ان انا اوصله لغايه بيتهم، وانا بحلم بالموضوع ده بقالي اكتر من 10 سنين والله يا دكتور محمد. بارك الله فايدي في ايد حضرتك وان شاء الله هنعمله ان شاء الله. والله يا دكتور فوزي بي ان خلال اقل من 10 سنوات انا متوقع كده ان هيجي يوم على الفرافره دي تبقى منتجع سياحي زراعي، بمعنى زي شرم الشيخ كده، يعني مقياس سياحيه جذبه للسكان. لا ممكن يدخل في مصر مفهوم السياحه البيئيه، الاجانب يهمهم، هم بيعملوا سفاري في الوادي الجديد في بعض المناطق زي واحد باريس مثلا، عايز ياكل في الفتره الاسبوع 10 ايام اللي ياكلهم اكل اورجانيك. انا اعرف كل اصدقائي اللي بره كلهم بلا استثناء عندهم قاريين عن مصر كويس، وقاريين يعني ايه الدخله، يعني ايه واحد سيوة، يعني ايه الفرافره، يعني قاريين كويس جدا كتاريخ كمان، وعارفين يعني ايه فضل الارض ليه وخير الارض ليه. مصر ينقصها يا فوزي فكر مستنير زيك انت والحاج اسامه كده، يعني انا بسميك والله انتوا رواد التغيير في مصر، انتوا الناس بتعمل بركه امل لمجتمع مصر المستنير، هم بيجذبوا الناس اصحاب الفكر الزراعي المحترم، بس ان كل الناس انا عاجبني برضه وهي بتطرح دخيل المبذول بتاعها وكل معايير السانيتيشن في اختيار الفسايل، ان كمل دي لو دخيل ده بقى اورجانيك. انا بحكي لحضرتك دلوقتي وانا بكلمك بعت ليك كنت مصر ابعت لك اسعار نخيل المخدود النهارده، لحضرتك تتخيل ان باكت فيها ست حبات بس بلح تمور ب 7.4 دولار. ما شاء الله يعني خيرات كثيرات، يعني ان شاء الله مستقبلنا باذن الله، يعني من الناحيه الاقتصاديه ومن الناحيه الصحيه ان شاء الله ايدينا في ايدين حضرتك دكتور محمد. والله انا في غايه السعاده، انا دقت بنفسي الاكل الاورجانيك من عند حضرتك في مكتب حضرتك في رمضان، ومن يومها وانا بحلم ان اوصل هذا الطعام الاورجانيك لكل اسره في مصر، والله ده حلمي وربنا يقدرنا عليه وناخد الاجر من رب العالمين ان احنا نيتنا الحسنه دي نوصلها لكل الناس، وببركه حضرتك معانا دكتور محمد. ربنا يخليك، ده يشرفني وانا سعيد جدا بالتعاون معاكم، ويشرفني ان يكون عندنا نماذج ناجحه جدا في الفرافره زي وجه بحري كده، ومبسوط جدا من نشاط الحاج اسامه ونجاح المنتجات هناك اللي هو بلاص الفرافره وحصلوا على نتائج كويسه ومميزه. هتشرفونا دايما وتحت امركم، عايزكم تشرفونا في المفيه غدا وعشاء كمان مره كمان. ده لنا الشرف دكتور محمد. وبرده عايز والله بجد الله يبارك في حضرتك. الحمد لله احنا خدنا العينات التربه، واحنا على الدرب ان شاء الله رب العالمين هناخد الباي سويس باذن واحد احد، هناخد الاستام بتاع باي سويس، شركه الشهد ان شاء الله رب العالمين هتكون كده في كل منتجاتها، برضو النباتات الطبيه اللي باذن الله هنبدا فيها ان شاء الله في شهر 9 اللي جاي ان شاء الله. تشريف حضرتك لنا دكتور محمد حاجه كبيره جدا، وحضرتك قامه يعني تفخر بها مصر ويفخر بها العرب كلهم. يا رب نقدر نحقق كل اللي حلمنا، وانا متشكر جدا جدا لمكالمه حضرتك. الله يكرمك، ربنا يخليك، الشرف ليا انا ونورتونا.
شرفتنا دكتور، شرفتنا دكتور محمد، شرفتنا الله دكتور. على اللقاء باذن الله. ان شاء الله باذن الله. والله ما شاء الله ربنا يبارك في حضراتكم، بتسعوا اللي بث الخير للناس، يعني جزاكم الله خير. انا يعني الحاجات دي الحمد لله احنا بنشتغل فيها من زمان، وكان نفسي فعلا الدكتور محمد يجي، بس يعني ربنا يديله الصحه، يعني كان عنده مشكله صحيه في رجله، ان شاء الله ندعي له كلنا ربنا يشفيه ويعافيه. كان هيجي معانا هنا عشان نتكلم باستفاضه اكتر، ولكن الحمد لله الرساله وصلت. الرساله هي ان احنا نوصل هذا الفكر اللي هو الغذاء الامن. انا كطبيب عارف كويس جدا مشاكل الناس بتبدا منين. مشاكل الناس بتبدا من الغذاء، اكيد طبعا. انا ايه اللي مخليني مهتم جدا، وانا كراجل طبيب مهتم جدا بزراعه، وحاطط ايدي في ايد الشيخ اسامه، لان اولا احنا لما جينا ندور دورنا على انقى مكان، انقى مكان في مصر فعلا هو الواحات. ليه؟ لانها بعيد عن الملوثات، حتى الملوثات الجو مش موجوده، ملوثات التربه مش موجوده، ملوثات الميه مش موجوده، كل شيء في منتهى النقاء باذن الله رب العالمين. الخبره من اعظم بيوت الخبرات في العالم ان شاء الله. الهمه والحماس، وان شاء الله رب العالمين بتكاتف الاخرين هنعمل النموذج دوت. احنا هنعمل النموذج دوت وهننشره للناس كلها. احنا انا مش هدفي ان انا اعمل الشركه بتاعتي تبقى اكبر شركه في العالم. انا هعمل نموذج، وباذن الله ان شاء الله رب العالمين هنطبقه مع 1000 شركة تانية تيجي تاخد النموذج بتاعنا تعمل زيه. أنا عايز بدل ما أوصل ل 200 فرد أو 200 أسرة، عفوا يعني اللي هو النموذج اللي أنا هبدأ بيه، إن أنا أوصل ل 200 أسرة يأكلوا أكل محترم نظيف رخيص، هيكون أرخص من اللي أنت بتشتريه من السوبر ماركت اللي هو ثمنه 10 أضعاف لو أنت رحت اشتريت ثمنه اللي هو الأورجانيك. الأورجانيك غالي جدا، لكن لما أنت تزرعه أنت بنفسك وبمجهودك وفي وجود العلم، العلم الحديث الصح اللي بيكلفك تكلفة أقل، تاكل أكل نظيف بأقل من السعر أو بنفس السعر اللي أنت بتاكله من السوبر ماركت. يعني مثلا هدي لك مثال، زي ما بقول لحضرتك كيلو الطماطم مثلا اللي هو بخمسة جنيه، الأورجانيك بيتباع بخمسين جنيه، والناس بتدفعها وهي مطمنة على صحتها وعلى صحة أولادها. لا أنا هديهولك بنفس ثمنه، أنت هتاكله بنفس ثمنه. كيلو الكوسة نفس الوضع، كيلو العنب، كل أنواع الفواكه، كل أنواع الجبن، بدل ما ثمنها 10 أضعاف أنت هتاكله بنفس ثمنه، بس انت تكون صاحب الارض دي. وهعمل النموذج ده ان شاء الله رب العالمين لألف 10,000 شركه يقدر يوصل لكل بيت، يوصل بهذا الشكل. ده هدفي ان شاء الله وباذن الله اقدر عليها. ربنا يبارك فيك. نرجع بقى للمجدول عشان الناس اللي مستنيانا في المجدول. المجدول بفضل الله، يعني زي ما انت سامع حضرتك الاسعار والناس قد ايه بره بيهتموا بالحاجه الطبيعي وبمنتج زي المجدول. المجدول بفضل الله المكسب بتاعه حلو جدا جدا، بيحتاج مجهود وعرق كبير. يعني شوف الناس شافت الاستاذ اسامه وهو في الارض. انت بتتكلم على مسافه، المسافه دي طول العرض بتاع الارض 900 متر في الصحراء، و3.5 كيلو كده. فانت تخيل مجهود وعرق وتعب شكله عامل ازاي. 3.5 كيلو ال1000 فدان في الاسفلت العمومي، 3.5 كيلو عرض على الاسفلت العمومي في عمق جوه 900 ما شاء الله. عشان تعمل مجهود وتزرع هذا المكان وهذه الارض بهذه الكيفيه، مجهود خرافي. ده مجهود فوق الخرافي. انا بقول لحضرتك مجهود فوق الخرافي. عشان كده احنا مقسمين الموضوع، بنبدا ب 50 فدان في الاول. طبعا الشكر للشيخ اسامه بيعمل مجهود خالص التقدير فوق الوصف بصراحه. ربنا يبارك فيك. الله يبارك فيك يا شيخ اسامه. هنزرع ال 50 فدان الاولانيين، بنزرع قصادهم كمان، لان التكلفه غاليه جدا عشان تكون في الصوره. يعني تكلفه المجدول غاليه جدا، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى وبرده بحركه ذكيه جدا من شيخ اسامه، خبره يعني الراجل حقه لازم ياخده، ان احنا عندنا ارض فاضيه كتير وهيكون فيه ميه موجوده. فتكلفه الفدان الواحد لو انت رحت زرعت بنفسك للمجدول ممكن يوصل ثمن تكلفه الفدان اكتر من 300-400 ألف جنيه على ما يبدا انتاج. احنا الموضوع عندنا مش كده خالص، احنا الموضوع اقل من كده بكتير. وعلى فكره شركات تانية بتاخد تقريبا نفس القيمه للفدان. لا احنا 200 ألف جنيه بس للفدان، بس بنعوض 200 ألف جنيه حاجه. الفدان في بحري بيتباع بمليون جنيه.
إذا الأرض سودة ما فيهاش مجدول إن شاء الله. فلا طبعا ولا شيء يعني بالنسبة ولا أي حاجة والله بالقيمة اللي بتطلع منه ولا شيء مقابل ليها. في مدام في أرض فاضية بنزرع فيها نباتات طبية. النباتات الطبية دي برضو نباتات أورجانيك تمام. دي خاصة بالشركات الطبية بتطلع منها مستحضرات طبية فبتطلع ريع كويس نقدر نكمل بيه الأرض. فاقتصاديا الفكرة الشيخ أسامة ربنا يديله الصحة والعافية هو اللي اقترح علينا عشان نخفف على المساهمين وبحيث ان المساهم يبقى حاطط أرض فلوسه وخلاص ينسانا ما احنا اللي ننساه بمعنى اصح يعني ما نقولوش بقى كل سنه ادينا 20 25 الف جنيه عشان الفدان بتاعك محتاج. لا يعني الفكره دي كانت فكره ذكيه جدا وان شاء الله هنطبقها باذن الله من شهر 9 بحيث انه نقدر نوفي الزراعه لمده 3 سنين. بعد 3 سنه هتبدا الانتاج ان شاء الله ان شاء الله. جزاكم الله خير. طيب يا شيخ سامي في تطورات في مشروع السهم الاخضر؟ ما هي التطورات الجديده في مشروع السهم الاخضر؟ جميل. اطلاله سريعه برضو عشان الناس اللي بتشاهدنا من اول مره. احنا قلنا في عندنا في مشاريعنا في شركاتنا ان عندنا 3 مشاريع الى الان اللي هي مشاريع الزراعات التقليديه اللي هي العاديه الزراعات التقليديه اللي هي الغله والقمح الغله والشعير والبرسيم وغيره وبنحمل عليها مشاريع تحت اشراف الاستاذ الدكتور محمد فتحي سالم في صدد تنفيذها الان تمام. زي مشاريع الفراخ والغنم البرئي والمواشي وغيره. المشروع الثاني اللي هو مشروع شهد المجدول واتكلمنا واحنا كنا بصدده الان. اما مشروع السهم الاخضر هو مشروع شجر ليمون وزيتون وكلمنا عنه كتير كتير. قلنا السهم 5 فدادين. بالنسبه للسهم في فيديو موجود فيديو رقم 3 اتفضل استاذ نصر عشان يعرضه. فيديو رقم 3 فيديو رقم 3 احنا قلنا السهم 5 فدان مزروع ليمون وزيتون. السهم الواحد 5 فدان. السهم ممكن تاخد سهم وممكن تاخد 2 وممكن تاخد زي ما انت عايز وممكن تاخد نص سهم. تمام. انت هنا بفضل الله من انشاء محطه الطاقه الشمسيه. محطه الطاقه الشمسيه الغاطس بتاعها 125 حصان على 100 كيلو كهرباء. على 100 كيلو ايه؟ 100 كيلو كهرباء. بحيث يغطي المساحه الموجوده اللي هي ال 200 فدان تنقيط. برضو بفضل الله تبارك وتعالى قمنا بإنشاء السكك الموجودة بالسهم. يعني احنا قلنا موضوع السكك ده مهم جدا. ليه؟ الأرض ماسكة أسفلت. طيب أنا ما حصلش نصيب إن أنا أخد الحتة إلا على الأسفلت تمام. يبقى أنا في سكة نازلة من الأسفلت زي ما احنا شرحنا آنفا سكة عريضة جدا زي الأسفلت بالظبط. يبقى أنت هتنزل من الأسفلت على السهم بتاعك. السهم بتاعك لازم يكون ليه عرض على السكة زي ما عملنا مثلا في شهد المجدول عرض الفدان 24 متر يبقى عرض الخمس فدادين هنا عاملين 210 تقريبا. ده لكل سهم؟ لكل سهم ما شاء الله. عرض على السكه العمومي ما شاء الله. والمقابل ليك واحد تاني يعني مثلا دي السكه ارضك هنا كده والتاني قبل منك تمام جارك فاهمني بحيث يسهل ايه المشي بتاعك. ممكن يسرع الفيديو شويه ممكن يسرعه شويه جيب لنا السكك في اخره في الثلث الاخير من الفيديو موجود معانا موضوع الايه موضوع السكك. موضوع السكك طبعا ده ما زلنا هو في الطاقة الشمسية معانا في الآخر موضوع السكك وموضوع ان كل واحد بنحط له لوحة على السهم بتاعه. كل واحد بنحط له لوحة على السهم بتاعه باسمه واخد بالك برقم سهمه. ليه؟ قلنا برضو موضوع الإحداثيات من داخل الإحداثيات ما شاء الله اللي هي رجم من داخل رجم ما شاء الله. اصل بعض الناس يقول لك ايه انا داخل في شركة سهم كده وخلاص. لا ما انا مش عارف انا رايح فين وجاي من لا ما انتش عارف. لا اهو السكه هي حضرتك لازم يبقى واقع على السكه. شوف الاسفلت حضرتك. طبعا موضوع السهم الاخضر وشهد المجدول عشان بعض الناس بتسالني انا بجاوب اهوت ملاصقين لبعض تمام. هي منطقه واحده هي حته واحده مربع واحد. السكه هي زي ما احنا قلنا اهو لازم كل سهم يقع على السكه اللي حضرتك انت شايفها ديت والسكه ديت جايبه. طب بس هو عشان تبقى الصوره واضحه للناس انا شفت تقاطع. موضوع تقاطع ما انا بعمل تقاطع لازم امسك السكك ببعضها سكك على الراضي وسكك ايه اهو دي التقاطع طوال عشان بس ما حدش يفتكرها الطريق طوال وخلاص. لا 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 ده هي سكك على الراضي وسكك جايبه من الاسفلت ان شاء الله ما شاء الله. الاسفلت العمومي اللي هو في ظهري على طول ما شاء الله. اما بالنسبه لتقطيع الاسهم بقى زي ما احنا قلنا زي شهد المجدول بالظبط تمام. لازم تبقى احداثيات من داخل وده مهتمين بيه جدا في موضوع شهد المجدول تمام. وموضوع السهم الاخضر ان انت تبقى عارف زي ما بيقولوا شمس درك طالعه منين تمام. هتلاقي احنا مثلا دلوقتي اللوحه بتاعته محطوطه باسمه على دماغ السهم
هتلاقي مثلا الدكتور فوزي سهم رقم كذا وتلاقي محطوط اللوحه بتاعته ما تتشالتش استناها طول العمر محطوط ليه؟ هو على طول بقى احنا متابعه معاه متابعه دوريه بنصور له السهم بتاعه ونحط عليه كمان رقم تليفونه عشان هو مسافر هو دكتور هو مهندس هو مش موجود نصور له سهمه ويشوف ايه شجره عامل ازاي نخله عامل ازاي بصفه ايه بصفه مستمره وان كنا اهو زي كده اهو السهم اهوت سهم رقم 7 هتلاقي مثلا مش عارف ايه كده وهدان تلاقي سهم رقم 6 فلان الفلاني سهم رقم 5 كذا هكذا جميع الاسهم ال 39 سهم في موضوع شهد في موضوع السهم الاخضر برضه اوشكنا على الانتهاء من موضوع رمي الشبك احنا اخرنا شويه عشان موضوع كورونا طبعا دي ازمه اسال الله عز وجل ان يرفع الداء والبلاء عن امه محمد صلى الله عليه وسلم اخرتنا شويه ولكن احنا انتهينا من البير وانتهينا من الطاقه الشمسيه ونزلنا الغاطس وعملنا السكك وقطعنا الارض ووضعنا لكل واحد اسمه على لوحه على دماغ ارضه زي ما بيقولوا وان شاء الله بقي لنا موضوع حفر البور ووضع الشجر برضو ما ننساش ان احنا في السهم الاخضر توصلنا مع الدكتور محمد فتحي سالم طبعا ومضينا التعاقد ان هو هيبقى برضو كله ايه اورجانيك احنا الان دلوقتي بنعالج في موضوع السباخ والكمبوست والكلام ده هوت عشان موضوع الامراض تحت اشراف الدكتور ربنا يبارك فيه بحيث يبقى احنا بادئين من الاول من بدايه السطر كده اورجانيك 100% باذن الله تبارك وتعالى ديت نهايه التطورات في السهم في حد بس حبيبي من السعوديه بيقول انا عايز اتابع من بره مثلا لو خد قطعه ويتابع من بره جميل لا باس بيبدا لا دي انا قلتها المره اللي فاتت على فكره احنا ان شاء الله الموقع بتاع الشركه عندنا هيكون لايف داتا بمعنى ايه لايف داتا يعني لا دي اقول لحضرتك هيقيم في المكان بالظبط زيه بالظبط زي المقيم في مثلا في سويسرا في ناس اصدقائنا من ايطاليا وفي ناس من فرنسا مشتركين معنا في شهد المجدول انا الراجل اللي قاعد بره ده انا ان شاء الله هعيشه الجو الداخلي من ناحيه تطورات الارض صور وفيديوهات تقريبا شبه اسبوعيه بالتطورات يعني هيشوف النخله وهي بتتزرع والنخله وهي بتكبر والنخله وهي اللي بتطلع السباطه بتاعها والشماريخ هيشوف كل حاجه كانه على يعني قاعد في وسط الارض كل ده هيشوفه على الموقع يشوف التتابع هيبقى فيه كاميرات سيرفلانس كاميرا شايف الارض بتاعته بيتفرج تطورات في التكنولوجيا كل حاجه كل حاجه فيها تكنولوجيا احنا عندنا انا راجل بتاع التكنولوجيا انا بحب التكنولوجيا برضه ما كلمتناش عنه لا الموضوع السكن السكن اي الناس دلوقتي لما بتيجي تروح ايوه بشرنا ده مطلوب جدا لا ده ان شاء الله يعني ده احنا اتكلمنا عليه قبل كده بس انا برضه هطمن الناس دلوقتي لما بتروح في ضيافه الشيخ اسامه في بيته او بتروح فندق فاحنا يعني عايزين نعمل مضيفه داخل المزرعه المضيفه داخل المزرعه دي لازم نعملها برضو بصوره شيك جدا جدا هنعمل دي احنا اللي هنعملها للمساهمين المساهم عايز يجي يقعد في وسط الارض بتاعته يوم 2 3 4 مش هيقدر يقعد اكتر من كده صراحه يعني بس بدل ما يروح يقعد في فندق في اخر الدنيا وبعدين يجي يروح يتفرج على ارض لا هو عايزه يبقى داخل الامر مهيئ ليه اللي هو يجلس كده فيها اولا هتبقى هناك نظام القباب في الوادي الجديد تمام. بيعملوا هناك النظام القباب نظام شيك جدا ونظام راقي حتى الفنادق هناك بتتعمل بالقباب حواليها زرع اخضر من كل ناحيه حمامات سباحه للاولاد تلعب هيبقى في حيوانات يقدروا الاولاد يعني عايز يعيش الطبيعه تمام. يقدر يعيش يوم يومين ثلاثه هيبقى سعيد جدا احسن من المصيف كمان هيكون موجود يعني فده باذن الله بس ده في خلال الثلاث يعني في الثلاث سنين الاولين اللي لسه فيهم مرحله النمو هيكون احنا بنبني الاماكن دي ان شاء الله. طيب في مشاريع جديده احنا عايزين نعرفها أيه؟ اللي هي النباتات الطبيه والواحه الجديده الواحه الجديده تقريبا انا يعني اتكلمنا عنها الواحه الجديده اتكلمت عنها سريعا انما النباتات الطبيه الجديده النباتات الطبيه برضو احنا عندنا المساحه كبيره ومش معقوله هنسيبها كلها فاضيه أكيد. فاحنا الجزء اللي هو خاص بالمجدول في الاول بدانا فيه الجزء الاخير ده مش هنسيبه فاضي تمام فهنعمل فرصه للمساهمه في النباتات الطبيه لزراعه مثلا السنه دي ممكن نزرع 200 فدان او اذا قدرنا لان الشركه اللي بتزرع
النباتات الطبية لها برضو يعني اشتراطات للأرض وللمكان، فاتفقنا إن شاء الله نحن ممكن نزرع حوالي 200 فدان، فهنا نفتح باب المساهمة للنباتات الطبية، بس ده هيكون نظام المزارعة بس، يعني مش هيكون ملكية، لأن الأرض دي بعدين هتتزرع نخيل، فهتبقى لمدة 3 سنوات اللي لسه بنجهز فيهم الأرض، اللي عايز يخش في سهم النباتات الطبية مكسبها حلو جدا جدا وسريع، وهتبقى برضو السهم على القد للناس اللي تقدر تخش في سهم سريع. طيب ادينا صورة مبسطة عن الواحات الجديدة ان شاء الله. الواحة ده زي ما قلت حضرتك وكان دكتور محمد بيتكلم معانا فيها، هتكون الأرض كلها عبارة عن الطبيعة الكاملة، يعني الحيوية الكاملة اللي هي الأورجانيك بنسبة 100%، فواكه، خضروات، حيوانات، دواجن، ألبان، كل هذه المنظومة بالكامل هتكون الواحة الخضراء. الواحة الخضراء هتكون كل من يدخل يأكل طبيعي، كل من يساهم هيوصله لغاية باب بيته الصندوق القفص الطبيعي الطبيعي يعيش الأسبوع كاملا، ما يحتاجش ان هو يشتري لا خضروات ولا فواكه بتاعت الموسم طبعا، يعني موسم العنب هيلاقي عنب، موسم الرمان هيلاقي رمان، موسم المانجا هيلاقي مانجا، موسم وهكذا، الخضروات نفس الشيء، الخضار للطبخ، بسلة هيلاقي البسلة في موسم البسلة، هيلاقي بطاطس، كل الخيرات إن شاء الله رب العالمين. يعني هتبقى واحة، هننقل له الواحة داخل بيته، وهو لو حب يروح هيعيش في الحياة الطبيعية بإذن الله. طيب أستاذ أسامة، في بشارة عندك وإن شاء الله لن نتركك إلا أنت. ربنا يبارك فيك. حقيقة إحنا بنبشر إخواننا من محافظة البحيرة تحديدا والإسكندرية طبعا ده من البحيرة والإسكندرية، لرفع العناء عنهم في موضوع المعاينات، كان بيجي لي اتصالات كتير ومش عارفين يجوا ازاي، بالذات البحيرة وإسكندرية غير وجه بحر، احنا عندنا اتوبيسات بتيجي من بحري للفرافرة، اتوبيسات بتيجي من الصعيد للفرافرة، البحيرة لازم تروح القاهرة وتركب من القاهرة. فرفعا لهذا العناء فتحنا فرع هناك ومندوب لنا على أرض الواقع في البحيرة، يبقى معاه البحيرة والإسكندرية بيجمع المعينات في يوم معين عن طريق أوتوبوسات وعن طريق عربيات ميكروباص من اللي هي الحديثة وبيجي. فطبعا هنقول رقم الأخ المندوب معنا عن الشركة لأي حد عايز يجي يشاهد المشاريع بتاعتنا، المشاريع التقليدية والمشاريع ومشروع السهم الأخضر ومشروع شاهد المجدول. تمام. هنقول رقم الأخ، تفضل حضرتك على ده. 010 12 تمام 92 4790. نرجو الإعادة. 010 تمام 12 92 4790. ده الأستاذ محمود خميس من النهضة من العمرية، بيجمع معينات البحيرة تمن ومعينات الإسكندرية بالحجز، وبيقولنا إن شاء الله بيشاهدوا كل مشاريعنا على أرض الواقع إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر حضراتكم على المشاهدة الرائعة الطيبة، وأيضا لا يسعني إلا أن أشكر الأستاذ أسامة الفارس من شركة الفلاح الذي شرفنا بحضوره، جزاكم الله خيرا، وأيضا الدكتور فوز الدغيدي الذي شرفنا بحضوره وأشهد الله أني أحبه في الله عز وجل، جزاكم الله خير. مشاهدينا الكرام، نلتقي بحضراتكم في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.